نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول: لماذا قبل السيد المسيح يوم أحد الزعف أن يدخل أورشليم كملك، ولماذا شارك اليهود مشاعرهم الخاطئة؟ لأنه بالتأكيد كان يعلم أن اليهود يستقبلونه كملك أرضي، مع أن في مواقف كثيرة كان يهرب منهم عندما يأتوا ليجعلوه ملك. المسيح ذهب أولا لأورشليم لكي يتمم النبوات القديمة، هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان ودهش ابن أتان، يتمم النبوات. ثانيا ذهب إلى هناك ليعلن لهم الملكوت الروحي، ويبقى في مقارنة بين القديم والجديد يعني. وثالثا ذهب هناك لكي يطهر الهيكل، لأن في يوم أحد الزعف طهر الهيكل وقال لهم: بيت أبي بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وطبعا في هذا اليوم كان هناك نوعان من الناس، في نوع بيحب المسيح ومن كل قلبه بيهتف به كملك، وفي نوع ضد هذا الأمر وضد ملك المسيح. المسيح كان مع المخلصين، يعني من أجل هؤلاء المخلصين ذهب وبيراعي شعور الناس، يعني بيراعي شعور الناس، هم بيحبوه وعايزين يهتفوا إليه كملك، يهتفوا ويفرحوا، ويبقى بعدين يفهمهم ما معنى هذا الملك. سؤال: ما هو تفسير أبو غلمسيس أو أبو كاليبسيس؟ أبو كاليبس يعني سفر الرؤية، لأن بيقرأ في هذه الليلة سفر الرؤية. واحدة بتقول: أنا امرأة في الأربعين من عمرها، يعني مطلقة من سنة 79، يعني بقالها 19 سنة مطلقة، مسكينة دي، يعني اتطلقت وعمرها 21 سنة، كانت بنت صغيرة. بتقول: اتطلقت في المحكمة، هل يمكن لي ان اتزوج مرة اخرى؟ طب وانت يا بنتي صبرة 19 سنة وتطلب الطلب ده؟ على اي الحالات قدمي موضوعك للمجلس الإكليريكي، والمجلس الإكليريكي يفحص هل الطلاق اللي في المحكمة سببه يوافق تعليم الإنجيل أم لا، لأول نقطة. كمان يبحث هل زوجك الذي طلقك لسه عايش ولا مات وأصبحت أرملة، مش عارفين. لكن نصيحتي ليكي قدمي موضوعك للمجلس الإكليريكي جنبنا هنا في الحتة دي، تروحوا تقول لهم انا حكايتي كذا وكذا وكذا، وتجيب لهم صورة من حكم المحكمة وصورة من وفاة زوجك لو كان توفى 19 سنة، او هو اتجوز او ما اتجوزش، يعني التفاصيل. هيطلبوا منك اوراق تجيبها له. واحد بيقول: لماذا يدفن المسيحيون الميت في صندوق؟ وهل السيد المسيح له المجد دفن في صندوق؟ لا، لم يدفن في صندوق. وصور القيامة اللي بتوري ان المسيح قايم من صندوق هي صور غلط في غلط. الكتاب المقدس
بيقول ان السيد المسيح دفن في قبر منحوت في جبل، منحوت في صخرة، يعني صخرة كبيرة وهو منحوت فيها زي مغارة كده، واتدفن فيها واتحط على باب المغارة دي حجر عظيم. ولذلك في هذا العدد اللي هيصدر من مجلة الكرازة حطت لكم صورة كاتب عليها الصورة الصحيحة للقيامة، انها المسيح خارج من مغارة، من شق جوه جبل جوه صخرة. الانجيل بيقول كده، ما بيقولش الدفن في الصندوق. وربما البعض واحد يسأل ويقول ليه ربنا سمح بكده، اصل حكاية صندوق ممكن واحد يشيل الصندوق ويمشي باللي فيه، لكن لما تكون مغارة يبقى معناها لابد من شيل الحجر وعملية كبيرة، والدخول جوه المغارة والخروج منها عملية مش سهلة. واحد بيقول لماذا يكون شم النسيم مرتبط بعيد القيامة المجيد؟ بالنسبة لنا احنا المسيحيين، ان المسيح لما قام فتح باب الفردوس، فبنخلي الناس يروحوا الجناين والحاجات دي، رمز للفردوس الذي فتح. بالنسبة للمصريين عموما بنعتبر ان ده عيد الربيع، والناس يروحوا الجناين لانه عيد الربيع. ممكن نقول ان بقيامة المسيح الجو تصلح يعني وبقى ربيع. واحد بيقول لي قال لي احد الزملاء لماذا تؤمن بقيامة المسيح من الاموات، وهل توجد ادلة تثبت قيامة المسيح من الاموات؟ وارجو الرد لانه انتظر الاجابة. واحد تاني باعت ما هي براهين القيامة، يسهر في ناس بيشوشروا حوالين الموضوع ده يعني، لان السؤالين من خطين مختلفين. اول دليل على قيامة المسيح القبر الفارغ، لانه كان مدفون في مقبرة والقبر اصبح فارغ. وتاني دليل ان الأمور التي اتخذها اليهود لتعقيد القيامة وتصعبها أصبحت دليلا على قوة القيامة. يعني هم حطوا حجر عظيم على باب القبر، فمين يقدر يزحزح الحجر ده؟ حاجة مش سهلة. تاني حاجة، الحجر ختموه بأختام. تالت حاجة، وضعوا حراس مدججين بالسلاح يحرسون القبر. رابع حاجة، كان اليوم يوم السبت، السبت بدأ يخش بعد ما انتهت حكاية الدفن، لأن بيبتدي بعد عشية الجمعة. وكان اليهود غير مصرح لهم أن يعملوا أي عمل، فلو ضبط أي شخص بيجي ناحية القبر ويفتح ويعمل وياخد وغيره في هذه الحالة يقبض عليه بصفته كاسر للسبت ويحاكم طبقا للشريعة اليهودية. نمرة خمسة، ان السيد المسيح ظهر بعد قيامته لتلاميذه واراهم
الجروح التي في جسده، سواء في يديه في قدميه أثر الطعن التي في جنبه، وكل هذا دليل على قيامته. إلى جوار أن السيد المسيح ظهر لآخرين، لمجموعات معينة، كل هذا يدل على أنه قام. واحد بيقول ما هي أكبر كنيسة في مصر؟ هي هذه الكاتدرائية، ما فيش كنيسة أكبر منها، لأنها عبارة عن فدان من الداخل وفدان من الخارج، يعني 100 متر في 40 أو 42 يبقى 4200، وبره الكوريدور اللي على اليمين واللي على الشمال والحتة اللي ورا الشرقية والمساحة الكبيرة من ناحية الغرب اللي هي المدخل والسلالم اللي نازلة، عبارة عن فدان من الداخل وفدان من الخارج، فدانين، ما فيش كنيسة في مصر في هذا الحجم الكبير أبدا. ثاني كنيسة ما فيش شك هي كنيسة العذراء في الزيتون من ناحية الحجم، بل أستطيع أن أقول أن هذه الكاتدرائية ليست هي فقط أكبر كنيسة في مصر، وإنما هي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. وطبعا أنتوا أكبر شعب بيملأ الكنيسة. سؤال تاني، سمعت من أكثر من أب كاهن يقول نحن الآن قد اقتربنا من نهاية العالم، يقول زي ما يقول الكلام سهل في الأولان سهل، لكن ممكن أنك تقول له الكتاب المقدس بيقول في أعمال 1:7 ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه وحده، وفي علامات لنهاية الأزمنة لم يتم منها شيء حتى الآن، وأنا كلمتكم على الموضوع ده كتير. واحد بيقول لماذا قام السيد المسيح من القبر وهو مغلق، ولماذا دخل السيد المسيح على التلاميذ والأبواب مغلقة، ولماذا لم يقرأ على الأبواب فتنفتح لهم؟ قام السيد المسيح من القبر وهو مغلق لأنه لم يكن ينتظر أن أحد يفتح له، كان بقوة لاهوته يستطيع أن يخرج من القبر وهو مغلق. ودخل على التلاميذ والأبواب مغلقة بنفس الوضع بقوة لاهوت، ليه ما قرعش على الأبواب؟ ده التلاميذ كانوا مستخبيين، ولو لقوا حد خبط على الباب كانوا هيصوتوا ويخافوا، ولو قالوا له انت مين وقال لهم انا المسيح مش هيصدق. ده حتى لما ظهر لهم ما كانوش مصدقين، فكان بالأولى لو واحد خبط وقال لهم انا المسيح. واحد بيقول هل الملاكان اللذان ظهر للمجدلية هما رئيس الملائكة ميخائيل ورئيس الملائكة جبرائيل؟ نحن نعرف من التقاليد ان في القداس الالهي بيقول رئيس الملائكة ظهر للناس وقال لهم اخريستوس انيستي، موجودة بتقال في قسمة الخماسين المقدسة بعد القيامة على طول. فرئيس الملائكة يبقى ميخائيل، ملاك التاني جبرائيل ما نعرفش، يعني في امور الكتاب لم يقلها لنا. كل ما نعرفه ان في واحد من الملائكة كان هو الملاك ميخائيل رئيس الملائكة.
واحد بيقول اختارتني الكنيسة مع زملاء أعزاء معا للعمل بخدمة جمع التبرعات والعطاء بالكنيسة، وأنا أشعر أن هذه الخدمة تبعدني عن الخدمة كشماس بالهيكل أو خارجه وتشغلني بعد الفلوس واستخراج الإيصالات. بقية السؤال واضح يعني، فبيقول يعني أترك دي ولا جاي؟ ثم عايزين واحد أمين زيك يمسك الموضوع ده. من رأيي ان التبرعات ما تكونش اثناء الخدمة الكنسية، يعني ما يكونش اثناء الصلاة جوه الهيكل او بره في ناس بيروحوا يجمعوا تبرعات، لا وضع مش سليم، لان يبقى معناها الشخص بيهتم بالماديات ويسيب الروحيات. انا ما عنديش مانع انك تشتغل في جمع الفلوس، بس مش في معاد القداس ولا في معاد المرادات في الداخل ولا في الخارج. وقول لهم كده، لانك لو عملت كده على طول هيخلوا كل القداسات انت فيها بهذا الشكل، ويبقى عمرك ما هتحضر قداس. مش بس ما بتردش، ده انت مش هتحضر خالص. واحد بيقول هل يحل للشماس متزوج بعد وفاة الزوجة الأولى أن يمارس العبادة كشماس داخل الهيكل، أم أن الزواج مرة أخرى بعد الوفاة يمنعه من ذلك؟ دي تتوقف على إيه الدرجة اللي واخدتها؟ لو كانت درجة دياكن يعني شماس كامل، يبقى ما يقدرش يتجوز بعد وفاة زوجته، وإلا تسقط عنه درجة شماس كامل ويبقى زيه زي أي إبسلطس في الكنيسة. لكن إذا كان في درجة إبيدياكون أو أغنوستوس أو إبسلطس وماتت زوجته، ما فيش مانع يتجوز ثاني، قوانين الكنيسة لا تمنع. عشان كده إحنا ما بنسمحش برسامة حد في درجة شماس كامل إلا في حالتين: لو كان متجوز وكبير في السن، أو لو كان قد نظر البتولية. في غير كده ما بنرسمش. ولما كنت برسم أعضاء المجلس الملي العام في درجة شماسية، كان أقصى درجة ياخدوها إبيدياكون، مساعد شماس، مفيش ولا واحد فيهم خد شماس كامل. السيد المسيح قال في يوحنا 5: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فباستمرار كان يعمل، وكان يعمل من أجل البشرية في تجسده، كان يعمل من أجلهم لأن التجسد كان لازما لخلاصهم، وهكذا لأنه وسيلة للصلب والفداء. على الصليب كان يعمل من أجلهم، بعد القيامة أيضا كان يعمل من أجلهم، يعمل باستمرار لا يبطل عمل. السيد المسيح حينما قام من الأموات، قام أولا لكي يعالج التعب الذي أصاب التلاميذ والخوف الذي كان يجعلهم مغلقين عليهم في العلية، والشكوك التي أصابتهم. كلمة خطيرة جدا حدثت، إن السيد المسيح قبل صلبه قال لهم: الشيطان مزمع أن يغربلكم، وقال لهم: كلكم تشكون في هذه الليلة. وقال لهم: يضرب الراعي فتتبدد الرعية. كان المسيح عارف بكل هذا، واحتمله
ووضع في خطته الإلهية أن يصلح الجو. السيد المسيح ما كانش من النوع لما يغلط واحد معاه ينتهي منه أو يتخلص منه، لا أبدا، كان يحتمل أخطاء الناس ويعالجها. في من التلاميذ اللي خاف، ده صحيح، في منهم اللي هرب، ده صحيح، في منهم اللي شك، ده صحيح، في منهم اللي أنكر، ده صحيح، كل ده هو عارفه، لكن وضع في خطته الإلهية أن يعالج هذه الأمور جميعا. ليس أن يعاقب المخطئين، إنما أن يعالج المخطئين. دي خطة لابد أنكم تعرفوها. ليس أن يعاقب المخطئين، إنما أن يعالج المخطئين. عشان كده عايزين نتكلم الليلة دي عن المسيح وتلاميذه بعد القيامة. المسيح عايز يزيل منهم الشك، عايز يزيل منهم الشك. طبعا كانت عملية الصلب عملية صعبة، حاجة ممكن تلخبط العقل. كيف يمكن ان هذا الجبار القوي اللي اقام الاموات وصنع المعجزات، اللي فتح عيني المولود اعمى، اللي اعطى صحة للامراض المستعصية والعاهات، هذا المعلم العظيم ايضا ازاي يصلب، ازاي يهان، ازاي يعذب؟ مسائل كانت صعبة على التلاميذ انهم يفهموها، لدرجة اول مرة السيد المسيح اتكلم عن هذا الامر في متى الاصحاح 16، فبطرس اخده على جنبه وقال له حاشاك يا رب، تمد ايه ويقتلوك ده ايه، سيبك من الكلام اللي في مخك ده، امور ما كانوش قادرين يفهموها. المسيح قام عشان يزيل شكوكهم من جهة، ويريهم ان هو اقوى من الموت. يعني حكاية الموت تعبتهم وهزتهم على الاخر، فعايز يوريهم ان هو اقوى من الموت. وطبعا القيامة كانت هي اكبر دليل على انه اقوى من الموت، وكون انه يخرج من القبر المغلق دليل على انه اقوى من العوائق، وكون انه يخرج ومحدش يشوفه من الحراس دليل على انه اقوى من كل هذه الحراسات. عايز يزيل الشكوك اللي عندهم. طب وايه تاني؟ ويحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله. يخيل الي ان اول امر حدثهم عنه في الامور المختصة بملكوت الله هي الفداء. ازاي ان هو يحمل خطية العالم ويموت عن خطايا العالم؟ شرح هذا الموضوع كان لازم ليهم، لأنهم لو عرفوا هذا الموضوع أنه جاء لكي يموت عن خطايا العالم ولكي يحمل خطاياهم ويموت بدلا عنهم، لما يعرفوا دي كويس ما يستغربوش من أنهم كانوا بيتحدوه أثناء الصلب ويقولوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، يقول لهم لا، ده أنا لو نزلت عن الصليب هتموتوا أنتوا، ده انتوا محكوم عليكم بالموت وانا جاي اموت بالنيابة عنكم. الامر ده هم ما كانوش فاهمينه، ما كانوش فاهمينه. يعني ايه الفداء؟ يعني ايه يموت بالنيابة عنهم؟ ياما قال لهم ابن الانسان جاء لك كي يطلب ويخلص ما قد هلك، في لوقا 19:10. وقال لهم
ان يبذل نفسه فدية عن كثيرين. لكن هم ما كانوش فاهمين يعني ايه الكلام ده، يعني ايه الانسان محكوم عليه بالموت ولازم ربنا يموت عنه. الامور دي شرحها لهم بعدين، لكن قبل ما يشرحها لهم كان لابد ان يثبت قيامته ليهم، يثبت قيامته ليهم. ما تفتكروش بس بالنسبة لتوما لما قال ان لم اضع اصبعي في اثر المسامير وان لم اضع اصبعي في جنبه، يدي في جنبه، لا يمكن اؤمن، ده شك توما. لا، ده كل التلاميذ كانوا شاكين برضه، كل التلاميذ كانوا شاكين في القيامة، بدليل ان في مرقس اصحاح 16 يقال ان مريم المجدلية لما راحت تبشرهم وقالت لهم ان الرب قام وانا رأيته لم يصدقوها، ولما تلميذي عمواس قلهم يقولوا لهم انهم رأوا الرب وقعدوا قام الاموات لم يصدقوا ولا هذين، ولما النسوة قم يقولوا لهم ان الرب قام وان الملاك قال لهم وقال لهم تراءى كلامهن لهم كالوسواس. يعني التلاميذ كانوا في شك عظيم كلهم، مش بس توما. حكاية الصلب دي لخبطتهم على الاخر، على الاخر ما كانوش يتصوروا ان هذا القوي الجبار ممكن ان هو يموت ويصلب، ويبدو ان الاشرار قد انتصروا عليه. فجه المسيح يوريهم القيامة، يوريهم القيامة، يوريهم انه اقوى من الموت، يوريهم انه اقوى من الموت بالقيامة. لذلك بولس الرسول فيما بعد قال ان لم يكن المسيح قد قام فباطل هو ايماننا. يبقى كل ايماننا ده ما بقاش له قيمة، باطل. قوة القيامة ارجعت اليهم الثقة. لما ظهر للتلاميذ ظنوه خيالا او شبحا او روحا كما ورد في لوقا 24، فقال لهم لا، الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي، جسوني وانظروا. ده المسيح في هذا الامر احتمل امرا اخر غير الصلب. هو قام بجسد ممجد، لكن احتمل انهم يرون له لحما وعظاما، ويبقى حكاية الجسد الممجد دي تظهر لهم اثناء الصعود مش وقتها دلوقتي. طب ايه حكاية اللحم والعظام دي؟ دي مجرد اثبات للقيامة. قال لهم عندكم اكل، هاتوا ناكل سوا، واكل معاهم. وبعد القيامة مش معقول الانسان هياكل، لكن برضو اعتبر هذا وضعا استثنائيا لكي يثبت لهم قيامته، كما قال القديس بطرس السدمنتي ان المسيح في فترة تجسده على الارض قبل صلبه كان يثبت للناس لاهوته، لكن بعد قيامته كان لابد يثبت لهم ناسوته، يثبت ان ليه جسد وليه لحم وليه عظام وبياكل وليه جروح، يثبت ناسوته. كل هذا كان لازما، والمسيح كان يهمه جدا ان التلاميذ يؤمنوا ايمان قوي، لان لما هم يؤمنوا ايمان قوي يقدروا ينشروا هذا الايمان في كل مكان. كان مهم جدا لي ليس فقط ان يقوم، القيامة دي بسيطة بالنسبة للهود، لكن كان اهم
من هذا او تكملة لهذا، ان لازم يظهر قيامته لتلاميذه القديسين ويوريهم انهم قام، مش مجرد روح المسيح ظهر لهم، القيامة هي قيامة الجسد، يوريهم ان جسده قد قام، ويلمسوا الجسد ويشوفوا الجروح. دي كانت مسألة مهمة. عشان كده نلاقي آية لطيفة موجودة في سفر أعمال الرسل تقول إيه؟ وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. بقوة عظيمة كانوا يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع. حكاية القيامة والانتصار على الموت دي كانت أعظم شيء وأهم شيء، لأن الموت لم ينتصر عليه أحد قط، ما فيش ولا إنسان انتصر على الموت، لا نبي ولا رسول ولا قائد ولا ملك ولا عظيم ولا جبار ولا حد أبدا. أول واحد انتصر على الموت هو الرب يسوع المسيح. عشان كده كانت القيامة ليها أهميتها عند الرسل. ولذلك السيد المسيح ما ظهرش مرة واحدة، ظهر لمريم المجدلية، ظهر لتلميذي عمواس، ظهر لبطرس، ظهر للأحد عشر، ظهر لعدد كبير، قال عليهم بولس الرسول لأكثر من 150 أخ، أكثر من 500 أخ، معظمهم لا يزال باقي. ظهر لبولس الرسول فيما بعد وأثبت للناس قيامته. السيد المسيح تلاميذه كانوا شيء مهم جدا بالنسبة له، مهم جدا بالنسبة له. قال عليه الكتاب في يوحنا الإصحاح 13 آية 1: إذ كان أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. من جهة الحب أراد أن يزيل شكوكهم وأحزانهم، ومن جهة الإيمان وإعدادهم للخدمة وللإرسالية الخطيرة التي يقومون بها، كان لابد أن يقوي إيمانهم حتى يحملوا هذا الإيمان إلى العالم كله. دول هم اللي هيبشروا العالم كله. بالنسبة له ما كانوش مجرد 11 واحد ولا 12 بعدين، بالنسبة له كانوا هم اللي هيبشروا العالم كله، فكان لابد ان هو يقويه. في ناس كمان كانوا تعبانين نفسيا، كان عايز يريحهم. بطرس كان تعبان نفسيا انه انكر المسيح، والمسيح سبق وقال: من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي وملائكته في السماء. فكان عايز يستريح من النقطة دي، فظهر له قال له: ارعى غنمي ارعى خرافي. مش معنى كده ان بيسلموا الكنيسة كلها، لا، يعني معناها ما تفتكرش انك فقدت الدرجة الرسولية بتاعتك، وان انا هأنكرك امام أبي وملائكته، انا بأعيدك الى رتبتك الرسولية ورتبتك الرعوية. ارعى غنمي ارعى خرافي، في يوحنا 21. السيد المسيح ايضا اراد ان يعطي التلاميذ اسرار الكنيسة وعقائدها. الكلام اللي ما كانش يكلمهم عنه قبل صلبه، ما كانش يكلمهم،
لازم يسلمهم المعمودية، ولازم يسلمهم التناول، ولازم يسلمهم المسحة المقدسة، ولازم يسلمهم الكهنوت، لازم يسلمهم أسرار الكنيسة كلها، لأن هم اللي هيحملوا الكنيسة. حتى إن بولس الرسول ما كانش من الاثناشر وما سمعش الكلام اللي قاله المسيح لتلاميذه يوم في الأربعين يوما، ظهر له المسيح مخصوص وسلمه الحكاية دي. تلاقوا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 كتب لأهل كورنثوس وقال: تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا. إنه في الليلة التي أراد أن يسلم فيها نفسه عنا أخذ خبزا وخمر إلى آخره وكمل الكلام، فظهر له وسلمه. إذن كان مهم إن هو يسلمهم الأمور اللي خاصة بملكوت الله ومن ضمنها أسرار الكنيسة. يبقى أولا سلمهم عقيدة الفداء، دي مهمة جدا، وثانيا سلمهم أسرار الكنيسة، ومع أسرار الكنيسة سلمهم سر الكهنوت. في يوحنا 20 آية 22 و23 يقول: نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. هنا سلمهم سر الكهنوت ضمن أسرار الكنيسة. كان لازم يعدهم للرسالة. هو قام لكي يثبت ان الموت ليس له سلطان عليه، وقام ليقوي ايمان التلاميذ ولكي يسلمهم ما ينبغي ان يتسلموه. من جهة ليس للموت سلطان عليه، بتلاقوها في انجيل يوحنا اصحاح 10 شوية ايتين ثلاثة كده جمال جدا. قال لهم: لي نفس لا يستطيع احد ان يأخذها مني، بل انا اضعها من ذاتي. نفسي دي ما يستطيعش واحد يأخذها مني، لكن انا اضعها من ذاتي. لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا. ده بيموت بسلطان ويقوم بسلطان، وحياته سلطان فيه، مفيش حد يقدر ياخدها منه، مفيش انسان في العالم يقدر يقول عبارة زي دي: لي نفس لا يستطيع احد ان يأخذها منه. عشان كده بيلاطس لما قال له: ما تعرفش ان انا اقدر احكم عليك واقدر اعفو؟ قال له: لا، ما تستطيعش الا لو كنت اخدت السلطان من فوق. ليس لأحد سلطان أن يأخذها مني، أنا أضعها من ذاتي وأنا أخذها أيضا. ده كلام جبار. أراد أن يثبت لهم، يثبت لهم الحقيقة دي. وبعدين سلمهم أيضا تفسير الرموز والنبوات، تفسير الرموز والنبوات. دي تجدوها في لوقا اصحاح 24. يقول انه فتح ذهنهم لكي يفهموا ما ورد عنه في الكتب، في الناموس وفي الانبياء وفي المزامير. طبعا دلوقتي احنا بنفهم يعني ايه الفصح، ويعني ايه ذبيحة المحرقة، ويعني ايه ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم، ويعني ايه الرموز اللي موجودة في سفر اللاويين وفي غيره. الحاجات دي ما جات لناش من فراغ، دي جات بالتقليد الكنسي، الرسل سلموها بعدين من جيل لجيل.
جيل لجيل. ولما احنا بنقول بنفهمها بنفهم ما سلم الينا منذ القديم من فم المسيح نفسه، بدأ من موسى ومن جميع الانبياء، والمزامير يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب. للأسف لقى الإنجيل ما قلناش الحاجات دي، لأنه لم يرد أن يكون الإنجيل مجرد كتاب عقيدة، لكن هذا الكلام الرسل سلموه جيل بعد جيل. سلمهم أيضا الطقوس، سلمهم أيضا الطقوس. يعني نسمع على إقامة القسوس والأسقفة، لكن كيف يقام القسيس وكيف يقام الأسقف؟ طريقة رسمته تبقى ايه؟ مش موجودة في الإنجيل، لكن سلمها للرسل والرسل سلموها لغيرهم وعاشوا بيه. يعني قال للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. قال لهم عمدوهم، لكن ما قالش طريقة التعميد تبقى ازاي. ورد قبل كده ان الانسان يولد من الماء والروح، لكن اي ماء؟ مش ماء عادي، ده ماء يقدس عشان الروح القدس يحل فيه ويصبح ماء له طبيعة اخرى، ممكن ان تلد انسانا بالروح. طب ايه الطريقة دي؟ كيف يمكن تقديس الماء؟ كيف يمكن تعميد الشخص؟ كيف يمكن اعطاء الروح القدس؟ الكلام ده مش موجود في الاناجيل، مش موجود في الاناجيل، لكن المسيح قاله للتلاميذ والتلاميذ سلموه جيل بعد جيل. كلمة سلموه جيل بعد جيل دي فيها نقطتين. اول نقطة التقليد الرسولي، تقليد يعني تراديشن، التقليد الرسولي، التسليم الرسولي اللي ورد في كتابات الاباء الرسل. وايه تاني؟ في حياة الكنيسة، الكلام اللي قاله السيد المسيح عاشت به الكنيسة، مش ضروري يكون موجود في كتاب، عاشت به الكنيسة. قال لهم تعملوا القداس بالطريقة الفلانية، بدأوا يعملوه وعاشت الكنيسة هكذا. قال لهم تعمدوا بالطريقة الفلانية، لا كتبوا او ما كتبوش ده امر ما يهمناش، لكن عاشت الكنيسة هكذا. وصارت تعاليم الرسل وتعاليم المسيح اللي سلمها للرسل جزء من حياة الكنيسة ومن ممارسة الكنيسة جيلا بعد جيل. ادي اللي احنا خدناه، ادي التقليد اللي احنا اخدناه، مش مجرد كتابات حياة، مش مجرد كتابات حياة عاشها الناس. كان لابد ان السيد المسيح يساعد التلاميذ على بناء الكنيسة الجديدة، لان هو شال من سكتهم القيادات القديمة، شال من سكتهم الكتب والفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، شال كل القيادات القديمة ووبخ كل دول وقال لهم ملكوت السماوات ينزع منكم ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. طب بعد ما شلنا القديم نبني الجديد ازاي؟ بدأ السيد المسيح يعلمهم كيف يمكن انهم يبنوا كنيسة بناء جديدا، ازاي تبني الكنيسة، ازاي تتكون. طب اقروا الاناجيل، ما تلاقوش نظام الكنيسة موجود فيه، مش موجود نظام الكنيسة. اداهولهم في فترة 40 يوم اللي ظهر لهم فيها
يحدثهم عن الامور المختصة بملكوت الله. اذا كانت القيامة لازمة، لازمة من كل ناحية، يعني مش معناها ان المسيح قام وقال لهم انا قمت نسيبكم على خير، لا، ده لازم يقعد معاهم ويشرح لهم كل حاجة، وهم هياخدوا الكلام ده ويعلموه للناس. عشان كده قبل ما يصعد للسماء قال لهم ايه؟ قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. ايه اللي اوصيتكم به؟ هو ده اللي بتعيش به الكنيسة. ما اتكتبش في الانجيل. علموهم جميع ما اوصيتكم به. وخرج التلاميذ يعلموا الناس ما اوصاهم به المسيح. كمان السيد المسيح اراد انه يعطيهم هذه الطاقة وهذه المعلومات ثم يصعد الى السماء امامهم ويريهم ان في معجزة لا تقل اطلاقا عن القيامة، وهي معجزة الصعود. القيامة هي الخروج من القبر حيا، الصعود تكملة المسيرة الى فوق. لما يجدوه كده جسده طالع فوق، طب فين الجاذبية الارضية اللي واحد يطلع كده على طول وما يقعش؟ اللي مفيش حاجة اسمها جاذبية ارضية. الجاذبية الارضية تجذب المادة اللي تحت، لكن ده جسد روحاني سماوي. الروحاني السماوي لا قدرة للارض ان تجذبه اليها. فلما شافوا كده تقوى ايمانهم اكتر، وبعدين قال لهم انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، انا ماضي لاعد لكم مكانا، وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. طب ودلوقتي هتسيبنا ونقعد لوحدينا؟ دي فترة فطام، فترة فطام، مش ضروري ان انا افضل قاعد معاكم بالجسد على طول. انتوا تقعدوا بالايمان مش بالعيان. انا هسيبكم لكن هكون معكم بالايمان، لا اترككم يتامى بل اتي اليكم. حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. تكون في وسطهم ازاي؟ مش شايفين؟ بالايمان. هنا عملية فطام، مسألة العيش بالعيان بالنظر بالحواس دي انتهت، هتعيشوا بالايمان. انا معكم، ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فين؟ بالايمان. حب ينقلهم من مستوى العيان الى مستوى الايمان، وقال لهم هديكم الروح القدس، والروح القدس يكون معكم ويكون فيكم، وتنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة والى اقصى الارض. وتم المواعيد. لكن لم يتركهم. لا تظنوا ان عمل السيد المسيح انتهى بالصلب او بالفداء او بالقيامة او بالصعود، لا ما انتهاش. ما هو بعد الصعود ظهر لشاول الطرسوسي ودعاه لخدمته، ومش بس ظهر له في اعمال
إصحاح 9 ودعاه، ده ظهر له في سفر الأعمال إصحاح 22 وقال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم، وظهر له في أعمال 23 وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي أيضا، وظهر له قبل كده في أعمال 18 وقال له لا تتكلم ولا تسكت لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة ولا يقع بك أحد ليؤذيك. وزي ما ظهر لشاول الترسوسي كل مداد وكل ده بعد الصعود، ظهر أيضا ليوحنا الرائي في جزيرة بطمس وأعطى له الرسائل السبع للكنائس التي في آسيا، وقال له أنا الألف والياء والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين. وظهر له بصورة قوية رائعة فيها لمسة من قوة لاهوت. وأيضا السيد المسيح في كل زمان وفي كل مكان يعمل، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، ما زال ربنا يشتغل في الناس ويتكلم في قلوب الناس وفي أفكارهم ويدافع عنهم ويحميهم. نكتفي بكده.